الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. كتاب قيام الليل من سنن النسائي، باب الأمر بالوتر. رواه مسلم بسنده صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هو أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال يا أهل القرآن أوتروا فإن الله عز وجل وتر يحب الوتر، أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر. نعم، وما قال حسام صحيح أنه يفارق حتى لا يقع في المزالق. مسامحك، أنا تحت أمرك خادمك. وفي رواية عن علي بن أبي طالب قال الوتر ليس بحتم كهيئة المكتوبة ولكنه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هنا الاهتمام بالوتر، والاهتمام بالوتر جاء بالأمر، وأصل الأمر وظهر أمر الوجوب، لكن جاء الصارف بقوله خمس صلوات في اليوم والليلة. اللهم أمين، أمين. خمس صلوات في اليوم والليلة. وفي قول يا أهل القرآن أوتروا فإن الله عز وجل وتر يحب الوتر فيه معاني كثيرة. من أولا أنه أمر بالوتر للتأكد في تأكيد الوتر، وليس كما قال الحنفية أنه واجب وليس فرضا. حقيقة الأمر هو مستحب، لأن النبي من وجهين، الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليل، وهذا ليس من الخمس صلوات. الأمر الثاني في هذا الباب وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاه على بعير جالسا، صلى الوتر على بعير جالسا، ولو كان فرضا لقام صلاه مستقبلا القبلة. المسألة الثانية مهمة جدا، قال فإن الله وتر يحب الوتر، وهذه فيها دلالة أن الله تعالى يحب أن يرى أثار صفاته على عباده. إن الله رحيم يحب كل رحيم، إن الله كريم يحب كل كريم، وإن الله وتر يحب كل وتر، يحب الوتر. لذلك ختم الصلاة بالوتر من أعظم الطيبات والصالحات. وفي رواية عن علي بن أبي طالب قال الوتر ليس بحتم كهيئة المكتوبة، وهذا من علي بن أبي طالب فهم ليه كلام النبي، والقاعدة العامة الراوي أعلم بما روى. قال ليس بحتم كهيئة المكتوبة ولكنه سنة سنها نفسنا، وهو سنة ولكنها متأكدة. إذن قوله ليست بحتم يعني ليس بواجب، ليس واجبا لكنه متأكد، لأن النبي ما تركه سفرا ولا حضرا، حتى أنهم اختلفوا ليلة المزدلفة هل هو أوتر أم لا، هل أوتر أم لا. باب الحث على الوتر قبل النوم. روى المصنف حديث متفق عليه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال أوصاني خليلي. وهنا لا يخالف قوله خليلي، لأن كل أحد نعم حبه للنسل يتخلى المسالك الروح، لكن ليس لأحد أن يرتقي هذه المنزلة، لأن النبي كان حب الرحمن قد تخلى مسالك روحه. ولذلك قال لو كنت متخذا من البشر خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن، ولكن صاحبكم خليل الرحمن، ولكن يعني المحبة فلا وأخوة الإسلام. قال أوصاني خليلي بثلاث: النوم على وتر، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر ركعتي الضحى. هنا النوم على وتر، النوم على وتر هذه فيها دلالة على أن من السنة رضي الله عنك أستاذ أحمد رضي الله عنك السنة أن ينام على الوتر أو يكون آخر صلاة وتر، لأنه قال صلاة الليل يعني مثنى مثنى إذا خشى الصبح يوتر بواحدة، ففي التأكد على الوتر، ولذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه بذلك، قال لا تنام حتى توتر. نعم، وصيام ثلاثة أيام سواء من صار الشهر أو الشهر أو من آخر الشهر، فإذا يتأكد ثم صيام ثلاثة أيام من الشهر، يعني صيام ثلاثة أيام في الأوائل أو الأواخر، صيام الأوائل أو الأواخر أو الأواسط، والأفضل الأواسط 13 14 والخامس عشر. نعم، وركعتي الضحى، وركعتي الضحى أن يصلي الضحى، لأن النبي قال ابن آدم اكفيني أربعا أول النهار أكفيك آخرة. وفي رواية عن أبي هريرة قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: الوتر أول الليل، وركعتي الفجر، وصوم ثلاثة أيام من كل شهر. باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوترين في ليلة بقوله لا وتران في ليلة. يقول زارنا أبي طلق بن علي في يوم رمضان فأمسى بنا وقام بنا تلك الليلة أو أوتر بنا، ثم انحدر إلى مسجد فصلى بأصحابه حتى بقي الوتر، ثم قدم رجلا فقال له أوتر بهم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة. شو انظر هنا، هذا من أمتع الحديث الذي قلته، وكان محمد حجر دائما يقول لي أين الحديث أين الحديث، جاءه الحديث. هنا هذا الحديث أنه صلى بهم
ثم ذهب إلى المسجد فصلى بأصحابه، يأتي فيها دلالة أن المسألة لا تقف عند 11 ركعة، لكنه أوتر بالأولين فصلى بالآخرين، وقال رجل أوتر فإن النبي قال لا وتران في ليلة، وهذه معناها بلغة بالحارث الذين يجرون المثنى بالألف في كل حال، وكان القياس على لغة غيرهم لا وترين في ليلة، وهنا صلى بهم الفرض والنفل وصلى بهم قيام ثم صلى بالآخرين، لكنه أوتر بالأولين، لذلك قال له أوتر فإني أوترت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وتران في ليلة، لأنه الوتر هذا سيشفعه، وأفضل الصلاة تختم بوتر لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإن خشي الصبح أو ترى بواحدة. الفوائد المستنبطة: صدق المحبة للنبي علامتها تمام الانقياد والتسليم لهذا النبي صلى الله عليه وسلم. الوتر سنة كما قال علم أبي طالب ليس بحتم كهيئة المكتوبة، ظاهر الأمر الوجوب ما لم تأتي قرينة تصرف من الوجوب إلى الاستحباب. ولشيخنا همة نالت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة نالت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.